بالبحرين، البحرين يستحوذ على المباراة بالطول وبالعرض، لكن ينتظر فرصة الهدف، فرصة الهدف، فرصة الهدف، جول. يا سلام يا سلام يا سلام، فرصة الهدف تأتي للمنتخب البحريني بعد الغياب وبعد الإطالة وبعد ضياع العديد من الفرص. الآن المنتخب البحريني يسجل أول الأهداف في هذه المباراة عن طريق مين؟ عن طريق 19 كامل يسجل أول الأهداف في هذه المباراة، نفس اللاعب اللي سجل في مرمى العراق الآن يسجل في مرمى كابوديا بعد الاستكمال.